وللمتابعة تنضم إلينا هاتفيا السيدة أميرة صابر، عضوة مجلس النواب. سيدة أميرة، بعد التحية، ما هي الرسالة التي سوف تكونون حريصين على توجيهها غدا خلال جلسة مجلس النواب؟ مساء الخير، مساء أهلا النور. بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني الحقيقة لا يخفى على أحد أن المواطن المصري النهاردة قضية غزة هي القضية الأولى على رأس اهتماماته ومتابعاته، وكمعبرين عن جموع الشعب المصري هناك العديد من الأدوات الرقابية، طلبات الإحاطة الخاصة بالقضية الفلسطينية. يعني أنا عن نفسي طلب الإحاطة المتقدمة به للسيد رئيس الوزراء هو عن ما اتخذته الحكومة بشكل عام من إجراءات إزاء العدوان المتصاعد المطيح بكل آليات القانون الدولي والقانون الإنساني وتصاعد وتيراته الحقيقة يوم بعد يوم في غزة. يعني هذا جزء مما سيناقش غدا. سيناقش أيضا ما يدور في الإعلام الإسرائيلي في القضية الخاصة بتهجير أهل فلسطين، وكم أن هذا المخطط مخطط قديم ولكنه الآن ينفذ بأسوأ الطرق الممكنة، وغزة في كارثة إنسانية محققة تدفع المواطن الفلسطيني يعني المعاناة الإنسانية الشديدة. ولكن نحن نراهن دائما على وعي هذا الشعب وعلى تمسكه الشديد بقضيته وبأرضه، ولهم كل الدعم في ذلك. وأعتقد أن الدولة المصرية وما قامت به في الأيام الماضية هو يصب في مجمله في رفض قاطع لتصفية القضية الفلسطينية نعم. ولتهجير أهل غزة. أشكرك أستاذة أميرة صابر، عضوة مجلس النواب.